نظامنا الشمسي القديم الرائع هو في الواقع مكان غريب للغاية بكل ظواهره القادمة من خارج هذا العالم والتي لم نتمكن نحن البشر من تفسيرها بعد. هناك شائعة بوجود كوكب عملاق غير مكتشف يختبئ خلف نبتون، وأن هناك براكين تحت جليد بلوتو الكثيف، وأن هناك أخدودا ضخما على سطح المريخ يتسع لمساحة الولايات المتحدة بأكملها ومعظم ولايات كليفلاند. حسنا، لنكتشف إن كان ذلك صحيحا بالتحدث عن أكثر حقائق النظام الشمسي غموضا. عمر النظام الشمسي 4.6 مليار سنة، إنه قديم جدا، إنه نظام شمسي طاعن في السن. توصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد دراسة أقدم المواد التي تمكنوا من العثور عليها، وأقصد بهذا الأحجار النيزكية بالتأكيد. لن تتمكن من ارتداء قبعة على كوكب الزهرة أبدا، فنشاط الرياح شديد للغاية على هذا الكوكب، تهب رياحه العلوية أسرع بخمسين مرة من سرعة دوران الكوكب، والأكثر من ذلك أن هذه الرياح العاتية لا تتوقف أبدا وقد تزداد حتى مع الوقت. هل تود الابتعاد؟ سيكون عليك السفر لمسافة هائلة تبلغ 17.7 مليار كيلومتر بعيدا عن الأرض قبل الخروج من النظام الشمسي. خذ معك تطبيق جوجل للخرائط، ربما سمعت عن غاز الميثان، هو ناتج ثانوي للعمليات الطبيعية مثل النشاط البركاني. على كل حال، هذا الغاز ليس جزءا من المناخ المريخي فحسب، لكنه أيضا الشيء الذي يصيب علماء الفلك بحيرة لا تنتهي. الأمر هو أن كثافة الميثان على المريخ مستمرة في التذبذب، ولم يتمكن العلماء من معرفة ما قد يكون مصدره. أي يمكن أن تكون هناك حياة على المريخ؟ كما قد تتذكر، لطالما كان بلوتو كوكبا لكنه تجرد من لقبه في عام 2006 وبعدها صنف ككوكب قزم. لكن أكثر حقيقة غير متوقعة عن هذا الجسم السماوي هي أن قطره أصغر من الولايات المتحدة. انظر بنفسك، تبلغ أكبر مسافة عبر البلاد بين مين وكارولينا الشمالية نحو 4344 كيلومترا. أما بالنسبة لبلوتو فقطره 2370 كيلومترا فحسب. يدور كوكب أورانوس مائلا على جانبه، ولا يملك العلماء أدنى فكرة عن كيفية اختياره لهذا الوضع الغريب. قد يكون السبب انفجار هائل قديم، لكنها مجرد نظرية حتى الآن. بالمناسبة، أورانوس هو الكوكب الوحيد الذي يستقر على جانبه. شمسنا هائلة الضخامة، أتريد دليلا؟ حسنا، 99.86% من كتلة النظام الشمسي هي كتلة الشمس، على وجه التحديد الهيدروجين والهيليوم اللذين تتكون منهما. أما 0.14% المتبقية فهي كتلة كواكب النظام الشمسي الثمانية. قد لا تكون الأرض هي الكوكب الوحيد في النظام الشمسي الذي يوجد به نشاط تكتوني، فقد لاحظ علماء الفلك تضاريس أشبه بالجروف على كوكب عطارد. إن كان الأمر كذلك، فقد يفسر النشاط التكتوني التقلص السريع للكوكب. في معظم أفلام الخيال العلمي عن الفضاء، يدخل البطل الرئيسي حزام الكويكبات ويحاول جاهداً الابتعاد عن صخور لا حصر لها تهدد بتدمير مركبته الفضائية. أعتذر عن إحباطك، لكن هذا لا يشبه الحقيقة في شيء، إذ يقع حزام الكويكبات الوحيد المعروف للعلماء بين المريخ والمشتري. هناك آلاف الكويكبات في تلك المنطقة، لكنها متباعدة للغاية حتى أن احتمالية الاصطدام شبه مستحيلة. خلف مدار نبتون يقع حزام كايبر الغامض المليء بالأجسام الجليدية الضخمة. إلا أن أغرب شيء عن هذا التكوين الفضائي هو أن العلماء لا يمكنهم تفسير نمط حركته. التفسير الوحيد لديهم هو أن نبتون ربما يخفي كوكبا عملاقا عن أنظارنا. هذا الكوكب الافتراضي يسمى بالفعل بالكوكب التاسع، وكل ما علينا فعله هو الانتظار حتى يتأكد وجوده من عدمه. البراكين على الأرض مختلفة عن تلك التي على بلوتو اختلاف الثلج والنار، وأنا أعني ذلك في حين أن لدينا على كوكبنا براكين تقذف الحمم، فالبراكين على بلوتو تقذف جليدا. حين يتجمد الماء يتمدد ويتراكم ذلك الضغط الهائل حتى يأتي يوم ما و بوم ينفجر الجليد. في هذه العملية يتكون بركان بارد آخر. أحد أقمار زحل إيابيتاس له لون فريد، إنه ثنائي الدرجات، أحد شطريه فاتح اللون والآخر داكن بشكل غريب. هناك شيء غريب آخر عن بلوتو، أو بالأحرى عن غلافه الجوي. أولا، أنه يرتفع كثيرا عن سطح الكوكب القزم مقارنة بالغلاف الجوي للأرض مثلا، والأكثر من ذلك أن الغلاف الجوي لبلوتو يتكون من 20 طبقة،
وجميعها فائقة البرودة ومكثفة للغاية. نحن نعيش داخل الشمس. كلا، لا أقصد أننا سكان كرة الضوء المتوهجة الحمراء التي تبعد 150 مليون كيلومترا. الأمر هو أن الغلاف الجوي للشمس يمتد أبعد بكثير من سطحها المرئي. في الحقيقة، هبات الرياح الشمسية هي ما تخلق الظاهرة المدهشة التي نسميها الأضواء الشمالية والجنوبية. المحيط الموجود على المشتري أكبر من أي محيط آخر على كواكب النظام الشمسي. لكن مهلا، إنه ليس المحيط الذي تفكر فيه. لا يتكون المحيط على المريخ من الماء، يتكون هذا الشيء المدهش من الهيدروجين المعدني، ويصل عمقه سحيق إلى 40225 كيلومترا، وهو في الحقيقة قريب من محيط الأرض. الغلاف الجوي للشمس أسخن من درجة حرارة سطح النجم، بينما تبلغ درجة الحرارة على السطح 5538 درجة مئوية، فإن درجة الحرارة في الغلاف الجوي العلوي ترتفع إلى مليون درجة. يعتقد العلماء أن الهبات الحرارية المتأججة المنبعثة من الشمس هي السبب في تلك الظاهرة. عرف الناس بأمر حلقة زحل الجميلة في مطلع القرن السابع عشر، لكن لم يتضح سوى مؤخرا أن زحل ليس الكوكب الوحيد الذي له حلقات. الكواكب الغازية العملاقة كلها، أورانوس ونبتون والمشتري، لديها حلقات، لكنها رفيعة جدا ورؤيتها شبه مستحيلة. أما بالنسبة للمريخ والزهرة والأرض، فإنها تتكون من مواد صخرية وليست لها حلقات مطلقا. نظامنا الشمسي ليس الوحيد في مجرة درب التبانة، فبعيدا عنه تضم مجرتنا نحو 100 مليار نظام شمسي. وإن كانت تلك مجرتنا فحسب، أيمكنك أن تتخيل عددها في الكون؟ في أي لحظة على الأرض قد تتعثر بصخرة جاءت من المريخ، بعدما حلل العلماء المحتوى الكيميائي لبعض الأحجار النيزكية التي عثر عليها في الصحراء الكبرى والقارة القطبية الجنوبية وأماكن أخرى على الكوكب، توصلوا إلى نتيجة صادمة بأن أصلها مريخي. بما أن عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، يفترض كثيرون ببساطة أنه الأعلى في درجة الحرارة، وهم مخطئون، لأن في الحقيقة الزهرة الذي يبعد عن الشمس 48.3 مليون كيلومتر أكثر من عطارد هو الأعلى في درجة الحرارة. الأمر هو أن الغلاف الجوي للزهرة سميك، وهو أكثر كثافة بمئة مرة من الغلاف الجوي للأرض. وفوق ذلك، فهذا الغلاف الجوي يتكون بالكامل من ثاني أكسيد الكربون المعروف بأنه من الغازات الدفيئة. هذه العوامل تجعل درجة حرارة الكوكب ترتفع إلى 468 درجة مئوية، وهذه درجة حرارة كافية لصهر الرصاص. أما بالنسبة لعطارد، فأقصى درجة حرارة يصل إليها هي 427 درجة مئوية. تنتشر فوضى مستمرة على آيو قمر كوكب المشتري، سبب مئات البراكين التي تطلق الدخان على سطحه. إذا زرت هذا المكان، فسترى دخان هذه البراكين ينبعث عاليا فوق الغلاف الجوي للقمر آيو. البركان الأكبر في النظام الشمسي بأكمله، على الأقل الذي نعرفه، يوجد على المريخ. يقارب حجم هذا العملاق مساحة ولاية أريزونا، ويساوي ارتفاعه ارتفاع جبل إيفرست. كيف وصل إلى هذا الحجم؟ الإجابة بسيطة جدا، الجاذبية منخفضة جدا على المريخ مقارنة بكوكبنا، حتى إن الأجرام السماوية الضئيلة قد يكون لها أقمار. في عام 1993 مر مسبار جاليليو بكوكب صغير لا يتخطى قطره 32.2 كيلومترا، واكتشف أن هذا الضئيل له قمر قطره 1.6 كيلومترا. ومنذ ذلك الحين اكتشف علماء الفلك أقمارا كثيرة تدور حول كواكب ضئيلة في نظامنا الشمسي. الوادي المسمى وادي مارينر على المريخ أكبر بعشر مرات من الأخدود العظيم جراند كانيون على الأرض، وهو شيء آخر يحير العلماء. فرغم كل شيء، المريخ ليس من الكواكب التي تتميز بنشاط لصفائح تكتونية. توجد على سطح المشتري منطقة غريبة تسمى البقعة الحمراء العظيمة، واستنتج علماء الفلك مؤخرا أن هذه البقعة هي في الحقيقة عاصفة عاتية على الكوكب منذ قرون. لاحظ العلماء أن البقعة الحمراء بدأت تتقلص، حاليا قل حجمها الذي كانت عليه إلى النصف، وما زالت البقعة أكبر من الأرض بمرة ونصف. هل تعرف معلومات أخرى غير معتادة عن نظامنا الشمسي لم أذكرها؟ أخبرنا في التعليقات. إذا تعلمت شيئا جديدا اليوم، فضع إعجابا على هذا الفيديو وشاركه مع صديق لك. لكن مهلا، لا تبرح مكانك بعد، لدينا أكثر من 2000 فيديو لتشاهده. كل ما عليك فعله هو اختيار الفيديو الذي على اليمين أو اليسار والضغط عليه والاستمتاع به، وابقى في الجانب المشرق من الحياة.
إن انفجرت النجوم فإنها لا تحظى بفرصة ثانية للعودة إلى الحياة، لكن بعض النجوم نجت بطريقة ما من انفجار مستعر أعظم هائل، ومثل هذه النجوم الزومبي شديدة الندرة. وجد العلماء نجما كبيرا جدا يسمى LP40-365، وهو قزم أبيض محترق جزئيا، فقد حرق جميع موارده الهيدروجينية، وتلك الموارد كانت وقوده النووي. في هذه الحالة ربما كان الانفجار النهائي أضعف من المطلوب، ولم يكن قويا كفاية لتدمير النجم بأكمله. الأمر أشبه بنجم أراد الانفجار لكنه لم ينجح في ذلك، لهذا السبب نجا جزء من المادة. كان أحد هذه النجوم الزومبي قزما أيضا، أو مجرد بقايا انفجار. لقد التهم الكثير من نجم ثان ونجح بشكل مفاجئ في الانفجار مجددا. إن قررت الذهاب إلى القمر في أحد الأيام ورأيت أثر أقدام حديثة، فهذا لا يعني أنك برفقة شخص آخر، إذ قد تدوم آثار الأقدام أو غيرها من العلامات لمليون سنة، لأن القمر يخلو من الغلاف الجوي وتغيب الرياح على سطحه، فلا سبيل لمحو آثار الأقدام بسرعة. في الفضاء الخارجي أنت قوي بما يكفي للحم قطعتين من المعدن معا بيديك الاثنتين. حسنا، لا يتعلق الأمر بالقوة، يمكنك الضغط عليهما بلا عناء، وهذا سيفي بالغرض. يشكل الأكسجين في غلافنا الجوي طبقة رقيقة على سطح المعدن، الأمر أشبه بحاجز افتراضي. لهذا السبب فإن هذه الخدعة مستحيلة على الأرض، لكنها منطقية تماما في الفضاء الخارجي. إن سبق وذهبت إلى الفضاء لا تنزع بدلتك الفضائية ما لم تكن على متن مركبة فضائية، فقد يتوسع الهواء في رئتيك، فضلا عن الأكسجين في باقي أنحاء جسمك. ستصبح أشبه بالبالون وبضعف حجمك الطبيعي. الخبر السار هو أن جسمك مرن كفاية ليظل متماسكا، مما يعني أنك لن تنفجر، لا تقلق. إن شاهدت فيلما مؤثرا في الفضاء ودرفت القليل من الدموع لن تتدفق على وجهك، بل ستتجمع حول مقلة العين. ستجف عيناك بسرعة، لذا ستشعر كأنهما تحترقان، وأي سائل على سطح جسمك سيتبخر، بما في ذلك اللعاب على سطح لسانك. بالحديث عن الاحتراق، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن للنيران فعله. تنتشر النار بوجود الأكسجين، وهو شحيح في الفضاء. إن اندلعت النيران في الصاروخ يمكنك ببساطة إيقاف نظام التهوية، وهذا كل شيء. يمكن أن يمسي الأمر أكثر تعقيدا في حالة الدخان الكثيف والمواد التي تذوب في ظروف تنعدم فيها الجاذبية. طفايات الحريق العادية التي نستعملها في كوكبنا عديمة الفائدة هناك، لأنها تطلق الرغوة بشكل عشوائي. يطور الباحثون اليوم طفاية حرائق خاصة لإطفاء النيران باستعمال الموجات الصوتية. كلما زادت شدة الصوت زادت فعالية إخماد النيران، لكن قد يفقد رواد الفضاء سمعهم إن بلغ تردد الصوت قيمة أعلى من اللازم. ليس الثقب الأسود وحشا نهما يتجول في الأرجاء ويتمتع بجاذبية قوية لدرجة أن لا شيء يقدر على الهروب منه. حينما يصل شيء ما إلى نقطة لا عودة التي نسميها أيضا أفق الحدث، فإنه يختفي تماما ولا يعود مجددا. تدعي قوانين فيزياء الكم بأن لا شيء قادر على تدمير البيانات، لذا فإن هذه مفارقة حقيقية. كان ستيفن هاوكينغ صاحب الفكرة التي تقول بأن الثقوب السوداء لا تملك أفق حدث في الواقع، ربما لديها أفق واضح فقط. هذه الحواجز تحبس الأشياء لبعض الوقت، وبعدها تفلت الطاقة المكبوتة بطريقة ما، لكن بشكل مختلف. حينما يدخل شيء في الثقب الأسود يتغير شكله ويتمدد كالسباغيتي، ويحدث ذلك بسبب قوى الجاذبية التي تحاول تمديد الأشياء في اتجاه واحد، لكنها تعتصرها في اتجاه مختلف في آن واحد. بالحديث عن ذلك، الثقب الأسود بحجم ذرة صغيرة تتمتع بكتلة جبل هائل. هناك واحد في مركز درب التبانة ويسمى الرامي ألف، كتلته تعادل كتلة مليار شمس، لكن من حسن الحظ أنه بعيد جدا عنا. هناك أكثر من 23 ألف قطعة مما يسمى قمامة الفضاء، بحجم أكبر من الكرة، وكلها تطفو فوق كوكبنا بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. هناك 500 ألف قطعة في المجموع، وبعضها بحجم الكرات الزجاجية. بشكل عام القمامة الفضائية هي حطام يتكون من جزيئات طبيعية تسمى الجسيمات الشهابية، ومن الجزيئات الصناعية كالأشياء التي نصنعها على سطح الأرض. تدور الجسيمات الشهابية حول الشمس، بينما تدور أغلب القطع الصناعية حول كوكبنا. فمثلا أطلقنا حوالي 9000 مركبة فضائية حول العالم،
منها الأقمار الصناعية والصواريخ. حتى أصغر القطع يمكنها إتلاف مركبة فضائية بسرعتها الكبيرة. المجرات والكواكب والمذنبات والكويكبات والنجوم والأجرام الفضائية هي الأشياء التي يمكننا رؤيتها في الفضاء، لكنها تشكل أقل من 5% من الكون بأكمله. إن المادة المظلمة من أعظم الألغاز في الفضاء، هذه هي التسمية التي نطلقها على كل الكتلة العائمة في الفضاء والتي لا يمكننا رؤيتها. من الممكن أنها تشكل 25% من كامل الكون. الطاقة المظلمة تشكل 70% المتبقية من الكون. لا يعرف العلماء الكثير عنها، لكنهم يعتقدون بأن الطاقة المظلمة مسؤولة عن توسع الكون بأكمله، بينما المادة المظلمة تبطئ هذه العملية. لا تتفاعل الطاقة المظلمة معنا بأي طريقة نعرفها، ولا تتفاعل مع نفسها أيضا. إن فعلت ذلك فقد نتمكن من العثور على مجرات المادة المظلمة وكواكب المادة المظلمة أو غيرها من الأجسام المماثلة. وجد علماء الفلك أكبر حفرة يمكننا رؤيتها في الكون، وتسمى الفراغ العظيم، وتمتد لمليارات السنين الضوئية. وجدوها بمحض الصدفة. شعر أحد أفراد فريق البحث بالملل قليلا وأراد التحقق من كيفية تحرك الأشياء في اتجاه المنطقة الباردة، وهي خلل في خريطة خلفية موجات الميكروويف الكونية، أو باختصار CMB. إنه سطوع خافت للضوء الذي يقع على كوكبنا من مختلف الاتجاهات ويملأ الكون. ظل ينبعث في الفضاء طوال 14 مليار سنة تقريبا، كالسطوع الذي تبع الانفجار العظيم. لكن بدلا من CMB أدركوا بأن هناك منطقة فسيحة أبرد بكثير مما توقعوا في السابق. بدأ الفريق بتتبع الإشارات الراديوية، لكن لم تكن هناك مصادر راديوية في ذلك الحجم الهائل، وهذا يعني أنه لا توجد أي مجرات أو عناقيد مجرية. وبما أنها منطقة باردة جدا فلا وجود للمادة المظلمة أيضا، أو أي مادة عادية، لذا فإنها لا تهم فعلا. الفراغ العظيم فارغ بالكامل، ويعتقد الباحثون بأنه يتكون من الطاقة المظلمة وبإمكان الضوء المرور عبره. إنه ليس الفراغ الوحيد في الفضاء، لكنه أكبر فراغ عثرنا عليه إلى حد الساعة. تعد المنطقة حول النجم صالحة للحياة إن لم تكن باردة جدا أو ساخنة أكثر من اللازم لتواجد الماء في حالته السائلة في الكواكب التي تحيط به. لنفترض بأن كوكبنا قد حل مكان بلوتو، سيصبح بعيدا جدا عن شمسنا، مما يعني أن محيطاتنا والأجزاء الكبيرة من الغلاف الجوي ستتجمد. لكن إن كانت الأرض في مكان عطارد سنكون أقرب إلى الشمس، وسيتبخر الماء على سطح كوكبنا بالكامل. مثل هذه المناطق الصالحة للحياة تسمى منطقة جولدلوكس، لذا يمكنك رؤية مكان الكواكب وتوقع ما إذا كانت تتمتع بفرص لدعم الحياة على أسطحها. أوروبا أحد أقمار المشتري كسر القاعدة، فهو خارج منطقة جولدلوكس، لكنه لا يزال دافئاً. يزود المشتري وأقماره أوروبا بالطاقة، لذلك فإن الأخير لا يعتمد على الشمس. يغير أوروبا شكله ويدور حول المشتري، يشبه الأمر حركات المد والجزر على كوكبنا. تغير المياه على سطح كوكبنا شكلها كاستجابة لقوى المد والجزر لقمرنا. حينما يحدث الشيء ذاته مع جسم صلب، يقع ذلك الجسم تحت الضغط فتضخ الطاقة في الجرم السماوي. الأمر أشبه بلعبة الراكت، تضرب الكرة عدة مرات قبل البدء في اللعب كأنك تمارس تمارين الإحماء للكرة، وتشوه الكرة نوعا ما في كل مرة تضربها. إن سطح أوروبا متجمد بالكامل، لكن الجليد متشقق، ويمكنك رؤية حواف الجليد حيث توجد الشقوق، ومن ثم تتحرك قطع الجليد وتتجمد من جديد. سترى الشيء ذاته إن سافرت فوق محيط القطب الشمالي في فصل الشتاء. الصفائح الجليدية تتكسر باستمرار وتتجمد من جديد، لذا لا يعقل أن يكون أوروبا متجمدا بالكامل. يعتقد العلماء بوجود محيط أو ماء سائل تحت السطح المتجمد، وأوروبا ليس القمر الوحيد حيث يحدث ذلك. قمر ثاني للمشتري ويسمى آيو دافئ أيضا بسبب قوى المد والجزر. يضم آيو بعض البراكين التي تنفجر على سطحه طوال الوقت، لذا فإن الشمس ليست الوحيدة المسؤولة عن تدفئة الأجرام السماوية وتزويدها بالطاقة. يتفق العديد من الخبراء على أن الكون قد ينتهي بعد 3 إلى 22 مليار سنة من الآن. إنه يتوسع طوال الوقت، مما يعني أنه قد تكون من كتلة مضغوطة، ولكل بداية نهاية.
أجل نعيش حتى تلك الحقبة من الزمن. تقول إحدى النظريات الشهيرة بأن معدل التوسع سيتباطأ وأن الجاذبية ستصبح القوة العظمى التي تعمل على تقلص الكون. سيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة، المجرات والنجوم والكواكب والأجرام السماوية ستصبح جميعها في حركة دائمة وتصطدم ببعضها البعض، وبعدها ستنهار بالكامل. سيكون الأمر أشبه بانفجار عظيم عكسي، وستحل الفوضى الأكبر، سيحل الدمار بكل شيء. حسنا، بعد سماع هذه النهاية السعيدة أدعوك للبقاء دوما على الجانب المشرق من الحياة. يرغب الكثيرون في السفر إلى الفضاء ليجربوا شعور انعدام الجاذبية ويشاهدوا المنظر المذهل للأرض في الجانب المضيء والمنظر المخيف للجانب المظلم. أجل، كل ما في الفضاء رائع، لكن لا تنسى أن هذه الرحلة قد تتحول في أي لحظة إلى كابوس حقيقي. فهناك خطر نقص الأكسجين أو التحليق في الفضاء الخارجي والبقاء في المركبة الفضائية لفترة طويلة دون أن تدرك متى يمكنك العودة إلى الأرض. وهذا ما حدث بالضبط لرائد فضاء روسي. كانت إقامته في الفضاء هي الأطول في العالم. أمضى المهندس سيرجي كريكاليف ذو 33 عاما 311 يوما في محطة مير الفضائية في حالة انعدام الجاذبية. لكن ليس هذا الجزء المثير من القصة. بدأت رحلة سيرجي الطويلة في 18 من مايو لعام 1991. في ذلك اليوم استقل المركبة الفضائية وحلق إلى الفضاء متجها إلى محطة مير الفضائية. وفي 20 من مايو تم الالتحام بالمحطة بنجاح. وهناك كان سيرجي وبرفقته مهندس آخر يؤديان مهماتهما الفضائية. إذ ذهبا في جولات في الفضاء لعدة مرات وأنجزا أعمال الصيانة اللازمة وتوليا مسؤولية الاهتمام بالمحطة وأجريا التجارب العلمية. عندما يكون لديك رفيق والكثير من العمل لن يكون الوقت في الفضاء صعبا، لكن ساءت الأمور في اليوم الذي كان يفترض بسيرجي أن يعود فيه إلى الأرض. وفقا للخطة كان يفترض أن تستمر المهمة 5 أشهر وأن يحل رائد فضاء جديد محل القديم. كانت سفينة النقل قد رست بالمحطة أخيرا، لكن في 10 أكتوبر عاد إلى الأرض رائد فضاء واحد فقط. ظل سيرجي بمفرده في محطة مير ليواصل عمله كونه مهندس الطيران الوحيد في الطاقم. ولأنه لا يمكن ترك المحطة فارغة، كان عليهم إرسال شخص ما ليحل محل سيرجي الذي لم يكن مستعدا لمثل هذه الإقامة الطويلة في الفضاء، ولم يتدرب على ذلك أيضا. لكن لم يكن هناك خيار آخر، ولم يستطع ترك المحطة. مر شهر كامل وأبلغ سيرجي أنه سيعود إلى الأرض قريبا، لكن حدث ما لم يكن متوقعا. كان 25 ديسمبر من عام 1991 هو اليوم الأخير للاتحاد السوفيتي. اتصلوا بسيرجي وأخبروه أنه لم يعد من الممكن أن يعود إلى الأرض لأن الدولة التي وعدت بإعادته إلى وطنه ليس لها وجود بعد الآن. في ذلك الوقت بدأت في روسيا أزمة كبيرة، وكانت عودة رائد الفضاء مستحيلة لأنه لم يكن لدى أحد المال اللازم لذلك. تخيل حالة سيرجي فقط وحيدا في الفضاء بعيدا عن الأرض مئات الكيلومترات، وليس لديك أدنى فكرة متى ستعود إلى الأرض. مرت الأيام ببطء، مرت أسابيع، ثم مر شهر. سيكون الأمر أسهل لو لم يكن الوجود في الفضاء مضرا بالصحة، لكن يتعرض جسم الإنسان في حالة انعدام الجاذبية لأضرار بالغة، إذ يعاني في البداية من ضعف في العضلات. نظرا لبقاء عضلات الجسم في حالة استرخاء تام لمعظم الوقت مما يؤدي إلى ضمورها. صحيح أن رواد الفضاء يمارسون التمارين الرياضية يوميا، لكن هذا غير كاف للحفاظ على لياقتهم. وإلى جانب العضلات يظهر الضعف على العظام أيضا، ويصبح الجسم واهنا. وبعد مرور 6 أشهر على حياة كهذه يحتاج أي رائد فضاء وقتا طويلا لاستعادة حالته الجسدية السابقة بعد عودته إلى الأرض. أضف إلى ذلك النسبة العالية من الإشعاع الفضائي والتي تشكل خطرا كبيرا على البشر. يأتي هذا الإشعاع من عدة مصادر في آن واحد، إذ يأتي الإشعاع الرئيسي من الشمس، لكن تتوفر على الأرض الحماية من هذا الإشعاع بفضل المجال المغناطيسي للأرض. تتراكم جميع الإشعاعات تقريبا في الغلاف الجوي العلوي ولا تصل إلينا،
وهذا التراكم للإشعاع في الغلاف الجوي مضر أيضا لرواد الفضاء. لكن أسوأ إشعاع هو إشعاع المجرة القادم من النجوم والمجرات البعيدة، وله تأثير قوي على جميع الكائنات الحية. يؤدي الإشعاع إلى العديد من الأمراض الوخيمة ويدمر الجسم على المستوى الخلوي. لكن الآن زودت جميع المركبات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية بدروع، وجرى طلاؤها بأنواع طلاء تعكس الإشعاع، لكنها لا توفر الحماية بنسبة 100%. يتغير الجهاز المناعي لرائد الفضاء أثناء وجوده في الفضاء، وليست هناك ظروف قد تتحسن المناعة عند توفرها. فرغم عدم وجود الكثير من البكتيريا والميكروبات، إلا أن القدرة الدفاعية للجسم تصبح ضعيفة، ويصبح الشخص أكثر عرضة للميكروبات التي قد يجلبها رائد فضاء آخر. كذلك فإن القيود المفروضة على تناول الطعام كبيرة، إذ لا يحتوي الطعام الموجود في الأنابيب على الكثير من الفيتامينات المفيدة كما هو الحال في المنتجات الطبيعية. وعند عدم الحصول على الفيتامينات يصبح الجسم أكثر ضعفا. يضطر رواد الفضاء أحيانا للسير في الفضاء، وهذا ليس بالأمر السهل. بدلة الفضاء ضخمة وثقيلة وتقيد الحركة وتضع ضغطا على الجسم، وقد يستمر العمل في الفضاء لساعات طويلة، وفي ذلك الوقت ستتعرق كثيرا. قد تتعرض أثناء العمل لكسر في أحد مرشحات البدلة، مما يؤدي إلى انتشار السائل الذي يفرزه الجسم إلى جميع أجزاء البدلة ويصل إلى وجهك، وقد تعاني من سيلان الدموع، وقد تؤثر قطرات السائل هذه على قدرتك على الإبصار. ألاف الأخطار قد تكون بانتظار أي رائد فضاء أثناء أدائه لمهمته في الفضاء الخارجي. تخيل أنك تؤدي أعمال الصيانة وواجهتك مشكلة ما، كأن يقفز البرغي من مفتاح الربط ويطير إلى الخارج، فتحاول الإمساك به وتخرج من السفينة لا شعوريا. تمسك بالبرغي لكن يطير جسمك في اتجاه آخر، وليس لديك ما تتشبث به، لكن لحسن الحظ هناك حبل أمان. على أي حال، قد ينفصل حبل الأمان عن بدلتك إن لم تربطه بشكل صحيح، وبمجرد أن ينقطع الحبل يغير جسمك من زاوية طيرانه. والآن أنت لا تحلق في الفضاء فحسب، بل يدور جسمك أيضا، وترى أمامك الأرض لامعة والفضاء الأسود من حولها. إذن فهمت، هناك بعض المخاطر بلا شك، لكن لم يتعرض سيرجي لأي شيء من هذا القبيل. يقضي جميع رواد الفضاء ساعات طويلة في التدريب ليتمكنوا من التعامل مع أي مشكلة، ويتمتعون بلياقة بدنية يفقدونها أثناء المهام. أضف إلى هذا كله العامل النفسي، أصبح جسمك ضعيفا ولا تتنفس هواء نقيا، ولا يمكنك رؤية أصدقائك، وليست هناك فرصة للعودة إلى الأرض، ولا يفصلك عن الفضاء القاسي سوى جدار رقيق. يؤدي هذا كله إلى حالة من الإجهاد والتوتر، تضعف جهاز المناعة وتضر بالجهاز العصبي. لكن لحسن الحظ يخضع رواد الفضاء أيضا لتدريبات نفسية حقيقية، ليتمكنوا من الاحتفاظ بقدرتهم على ضبط النفس في أكثر المواقف المسببة للتوتر. لكن عندما تكون في الفضاء بمفردك لأكثر من 6 أشهر ولا تعرف متى ستعود، قد تتعرض لحالة من التوتر الشديد. لحسن الحظ لم يكن سيرجي في حالة من الذعر، بل كان يؤدي واجباته اليومية ويمارس التمارين ويشتاق إلى الأرض بالطبع. وبعد شهر تلقى الرد ذاته: لا يمكننا إعادتك بعد، فالبلاد في وضع صعب. كان وضعه يزداد سوءا في كل يوم، وكانت قوته تنهار. لم يكن متأكدا في تلك اللحظات من قدرته على النجاة، لكن المثير في الأمر وجود كبسولة في محطة الفضاء مصممة للعودة إلى الأرض، لكن لم يستخدمها سيرجي لعدم وجود أحد للعمل في المحطة. باعت روسيا مقاعد المحطة الفضائية إلى دول أخرى، وكانوا يأملون في بيع مير أيضا، أي أن على سيرجي إبقاء المحطة قيد العمل. استمرت مهمة سيرجي ضعف المدة المخطط لها، لذلك أمضى في الفضاء 10 أشهر أو 311 يوما، وحقق رقما قياسيا عالميا. خلال هذه المدة حلق حول الأرض حوالي 5000 مرة. وأخيرا وصلته الرسالة التي طال انتظارها: سيعود إلى الأرض. دفعت ألمانيا حوالي 24 مليون دولار لإعادته. سيعيدون رائد الفضاء أخيرا إلى الأرض ويستبدلونه بآخر ألماني. دخل كريكاليف في الكبسولة وحلق نحو الأرض، حيث كان الكثيرون في انتظاره. هبط رائد الفضاء على الأرض وهرع الجميع لمساعدته،
كان نحيفا للغاية ويتسبب عرقا ومرهقا. ساعده أربعة رجال ليتمكن من الخروج من الكبسولة، وساعدوه للبقاء ثابتا على الأرض، وألبسوه معطفا من الفرو، وأحضروا له طبقا من الحساء. يبدو أن رحلة كهذه ستترك أثرا في حياته إلى الأبد، لكن حالته النفسية كانت ممتازة. وبعد عامين عاد إلى الفضاء مرة أخرى، وأصبح أول رائد فضاء روسي يحلق عبر مكوك تابع لوكالة ناسا. وبعد عامين آخرين كان من أوائل الذين عاشوا في محطة الفضاء الدولية، وفي عام 2005 ذهب في رحلته السادسة والأخيرة. ذهب إلى محطة الفضاء الدولية حيث أمضى حوالي 6 أشهر. عاد بعدها إلى الأرض على متن مركبة الإنزال. سجل سيرجي بعد هذه الرحلة رقما قياسيا عالميا لإجمالي مدة الإقامة في الفضاء التي بلغت 803 أيام. وفقط بعد 10 سنوات تمكن شخص آخر من تحطيم هذا الرقم القياسي، لكن هذه قصة أخرى. ألم تتعلم ألا تلعب بطعامك عندما كنت طفلا؟ على ما يبدو لم يتعلم رواد الفضاء ذلك. مكعبات الجيلي التي تطفو في المقصورة في ظل انعدام الجاذبية ممتعة جدا، لكنها مؤشر على مشكلة محتملة يطلق عليها نشوة الفضاء. لم يفكر أحد في أن السعادة الشديدة التي يشعر بها البعض في الفضاء قد تصبح مشكلة خطيرة، وهذا ليس مزاحا. لسنوات عديدة لم يكتشف أحد نشوة الفضاء رغم كونها واضحة يراها الجميع. عندما هرب رائد فضاء مهمة أبولو 14 ألان شيبرد كرات الجولف إلى القمر وحاول إنشاء قمر صغير للقمر من خلال محاولة ضرب كرة جولف في مدار حول القمر، رأى الجميع تصرفه طريفا. اعتقد رائد فضاء مهمة أبولو 16 تشارلز دوك أنه من الطريف أن يحاول التنافس مع الرياضيين الأولمبيين لعام 1972 على الأرض. حاول دوك التفوق على الرياضيين الأولمبيين للاستفادة من جاذبية القمر التي تساوي سدس جاذبية الأرض. قفز دوك عاليا حتى أنه انقلب على ظهره وسقط على أجهزة نظام دعم الحياة في حقيبة ظهره التي لو تشققت لكان سقوطه مميتا. قال قائد دوك جون يونغ: هذا ليس طريفا، ومن المؤكد أنه لم يكن كذلك. ومع ذلك عندما بدأ رواد الفضاء في مهمة أبولو 17 بالرقص وغناء أغاني الأطفال أثناء جمع عينات الصخور، وجد الجميع تصرفهم طريفا. مرت نشوة الفضاء مرة أخرى دون أن يلاحظها أحد. في مطلع عام 1965 عندما أصبح إد وايت أول أمريكي يسير في الفضاء في رحلة سير فضائي موصول، أصبحت نشوة الفضاء واضحة. ظل وايت خارج المركبة لفترة أطول بكثير مما ينبغي لاختبار قدرته على الحركة باستخدام أول حزام طيران أو جهاز MMU كما كان يطلق عليه، اختصارا لوحدة مأهولة للمناورة. قال وايت: لن أعود، هذا ممتع. أخيرا عندما أمر بالعودة إلى مركبة جيمناي الفضائية، قال إد وايت: إنه أتعس يوم في حياتي. من الواضح أن شيئا شريرا يتعلق بحالة نشوة الفضاء. يخلق انعدام الوزن إلى جانب منظر الأرض التي تدور في الأسفل متعة تفوق كل إحساس بالواجب. هذا هو الخطر الكبير في نشوة الفضاء. الآن بعد إدراك طبيعة الأمر متأخرا، لوحظت تأثيرات نشوة الفضاء عندما قاد رواد فضاء مهمة أبولو 17 المركبة القمرية المتجولة على سطح القمر. لقد تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة الموصى به، وسمعوا يصيحون بينما العربة المتجولة تتأرجح على عجلتين حتى أنها أصبحت تقفز في الهواء. كان رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد منهمكا في عمله أثناء نشاطه الموصول خارج المركبة عندما توقف وشعر بالقلق إزاء شيء ما. صعقته عظمة الفضاء، لقد تملكته مشاعر الانبهار بالجمال المذهل لمجرة درب التبانة حتى أن الدموع بدأت تملأ عيني. لن تسيل الدموع على خديك في الفضاء، ستتجمع في عينيك فحسب. لقد أغشت دموع الفرح عيني هاتفيلد الذي خالف القواعد ورفض إخبار رؤسائه على الأرض. بعد أن عجز عن العمل قال هاتفيلد العبارة المشهورة: هيوستن، لدي مشكلة. كنتيجة مباشرة لنشوة الفضاء تمكن رائد الفضاء هاتفيلد من العودة إلى مكوك الفضاء، لكن دون إنجاز نشاطه خارج المركبة بسبب نشوة الفضاء. يوجد جانب آخر لنشوة الفضاء يستحق الاهتمام جديا، إنه شيء يطلق عليه تأثير النظرة العامة.
يؤثر انعدام الوزن في الفضاء على كل شيء بدءا من الصحة الجسدية والنفسية لرواد الفضاء إلى فيزياء استخدام المعدات الآلية في المركبة الفضائية. ومع ذلك لا يعزى انعدام الوزن في الفضاء إلى نقص الجاذبية. يدور رواد الفضاء حول الأرض على مسافة أقل من 483 كيلومتر في المدار الأرضي المنخفض. هناك الكثير من الجاذبية في المدار الأرضي المنخفض، إذ تبقي جاذبية الأرض القمر في مداره، وهو يبعد حوالي 402,336 كيلومتر. في الواقع رائد الفضاء الذي يساوي وزنه 68 كيلوغرام على الأرض سيبلغ وزنه 64.4 كيلوغرام في المدار الأرضي المنخفض. يعزى انعدام الوزن في الفضاء إلى السقوط الحر وليس نقص الجاذبية. كلما يرتفع سيسقط لا محالة بفعل الجاذبية. ينفجر الصاروخ وبعد حوالي 8 دقائق تتوقف المحركات، ثم تبدأ المركبة الفضائية في التراجع إلى الأرض. لحسن الحظ في هذا الوقت يكون الصاروخ قد بلغ سرعة مدارية تبلغ حوالي 28,158 كيلومتر في الساعة، وهكذا يسقط نحو الأرض لكنه لا يصطدم بها أبدا، فهو يستمر في السقوط والدوران بدقة في المسار المنحني نفسه مثل سطح الأرض. إنه في المدار، إنه السقوط الحر. مع أن الجميع يطلق على ذلك انعدام الجاذبية، إلا أن الأمر ليس كذلك. إذا وقفت على ميزان منزلي في حالة السقوط الحر ستجد وزنك صفرا، لن تزن شيئا، هذا لأن الميزان يسقط بدوره. الأمر المثير للاهتمام هو أن رواد الفضاء يحتفظون بكل قوة عضلاتهم، تظل كتلتهم كما هي، لذلك يمكنهم حمل معدات ثقيلة في الفضاء من شأنها أن تزن مئات أو حتى آلاف الكيلوغرامات على الأرض. يصبح رواد الفضاء بشرا خارقين في الفضاء، ويسبب هذا حالة أخرى غير عادية. هناك الكثير من الأوضاع غير العادية في الفضاء. في أول رحلة إلى القمر لم يكن من المقرر أن ينظر رواد فضاء أبولو 8 إلى الوراء وأن يلتقطوا صورة للأرض. لم يلتقط رواد فضاء مهمة أبولو 8 سوى عدد محدود من الصور للأرض، هذا غير عادي وغريب بعض الشيء. لكن ربما أصبحت صورة شروق الأرض من القمر الصورة الأكثر تأثيرا في القرن العشرين للدفاع عن البيئة، ولم يكن من المقرر التقاطها من الأساس، لكن هذا هو السبيل لفهم تأثير النظرة العامة. مفاجأة على غير المتوقع. حتى في يومنا هذا معظم الكرات الأرضية لا تمثل الأرض فعليا. تظهر الكرات الأرضية في المدارس والمكتبات كل دولة بلون مختلف غالبا. يوجد على كل بلد بالتأكيد نجمة تشير إلى عاصمته. لا تبدو الأرض هكذا من الفضاء. هذه الكرات الأرضية لا تمثل كوكب الأرض. في الواقع ليس من السهل حتى العثور على كرة أرضية تشبه كوكب الأرض فعليا. اقرأ الملصقات الموجودة على هذه الكرات في الفصول الدراسية العالم الجيوسياسي. إنها كرة تمثل مكانا يطلق عليه العالم. لا يوجد كوكب يسمى العالم. هذا الذي يسمى العالم لا يعيش في الفضاء، بل على مكتب أو رف شخص ما. يعود تعريف الفضاء إلى أصل جيولوجي. يعرف الفضاء بأنه يبدأ بعد الغلاف الجوي للأرض ولا يتضمنه، أي أن الأرض ليست جسما فلكيا حتى. يفسر هذا لماذا لم يكن من المقرر التقاط أي صور للأرض في أول مهمة إلى القمر أبولو 8. لم تكن هناك صور سيلفي في ذلك الوقت. كذلك يفسر سبب التأثير النفسي الشديد لرؤية شروق الأرض من القمر. إنه مشهد فريد وجديد تماما، لم يكن هناك بشري مستعد له على الإطلاق. رؤية الأرض في الفضاء مفاجأة حقيقية. تخيل نفسك تطفو في الفضاء خارج المركبة الفضائية محاطا بمجرات درب التبانة التي تتوهج فيها ملايين النجوم. كوكب الأرض عبارة عن بلورة زرقاء تمر تحت قدميك. إنه مزيج آسر. كيف سيكون رد فعلك؟ هل ستتغير؟ شعر رائد فضاء مهمة أبولو 9 ريستي شويكارت بما أطلق عليه عنصر استشعار للإنسانية. ماذا يقصد؟ إنه نفس مفعول تأثير النظرة العامة. شعر شويكارت بأنه متصل بجميع البشر على الأرض. لقد قارن الأمر بالولادة في وجود جديد. لم يكن شويكارت رائد الفضاء الوحيد الذي شعر بتأثير النظرة العامة. قال رائد فضاء مهمة أبولو 14 إدغار ميتشل عن الوجود في الفضاء إنه كان بالأحرى امتدادا للعملية الكونية نفسها التي طورت جزيئاتنا، وما شعرت به كان ارتباطا شخصيا غير عادي بها. لقد اختبرت ما وصف بأنه نشوة التوحد. لم أرى الترابط فحسب، بل شعرت به واختبرته بشكل حسي واعي. لقد انتابني إحساس بالتماهي الجسدي والعقلي مع الكون.
بعد بضع سنوات من عودته من الفضاء، أسس ميتشيل معهدا لدراسة موجات الدماغ لمن صعدوا إلى الفضاء. أجل، إنهم مختلفون. وفقا لبحث معهد ميتشيل، فإن شعور نشوة التوحد مع الكون يسبب موجات دماغية مشابهة لتلك في الرهبان المتأملين. دراسات ميتشيل مهمة للغاية، حتى أنها دفعت وكالة ناسا لإطلاق بعثة مكوك فضائي خاصة في عام 1998 لدراسة تأثيرات الفضاء على المخ. درست مهمة STS-90 خلايا المخ لحيوانات التجارب وطاقم رواد الفضاء أيضاً، إذ تحاول خلايا المخ التكيف مع بيئة السقوط الحر في المدار الأرضي المنخفض. لا يمكننا جميعاً أن نكون رواد فضاء، لكن يمكننا الوصول إلى تجارب الواقع الافتراضي لمرآه هؤلاء الرواد في الفضاء. لقد أتاح لنا الإنترنت منظورنا المتعلق بالأرض لنتشارك شعور التوحد والتفرد اللذين يسببهما تأثير النظرة العامة، ومنحنا بعض شعور النشوة الذي مر به الرواد في الفضاء. من يمكنه البقاء على قيد الحياة في الفضاء؟ يمكن للبشر ذلك إذا كانوا يرتدون بذلة فضاء ممتازة. علينا القول إن بذلات الفضاء مهمة للغاية في الفضاء، بدونها سيتوجب عليك البقاء داخل السفينة أو المنزل الفضائي على القمر أو المريخ. ليس لدى ناسا حالياً سوى مجموعة من بذلات الفضاء القديمة التي يمكن استعمالها خارج مركبة الفضاء مثل محطة الفضاء الدولية. يهدف برنامج أرتمس التابع لوكالة ناسا لهبوط البشر على القمر، ويخطط العلماء القائمون عليه لصنع بذلات جديدة مصممة لكل من الرجال والنساء، وقد خصص لذلك ميزانية قدرها ربع مليار دولار. هذه البذلات الجديدة أقل ضخامة من البذلات القديمة وأكثر أناقة، لكن ما الكائنات الأخرى غير البشر التي تستطيع الحياة في الفضاء؟ أرسلت 3 حيوانات إلى الفضاء وعادت سالمة إلى الأرض، فهل يؤهلها ذلك للحياة في الفضاء؟ قضت كلبتان هما بيلكا وسترالكا يوماً داخل سفينة فضاء روسية عام 1960، وأصبحتا نجمتين حين عادتا إلى الأرض. كذلك أرسلت الولايات المتحدة شامبانزي يدعى هام في رحلة مدتها 16 دقيقة في الفضاء. يبدأ الفضاء بعد 100 كيلومتر فوق سطح البحر، ولا يستغرق الصاروخ سوى عدة دقائق ليصل إلى هناك. ارتدى هام بذلة فضاء وأدى كل مهامه في ضغط الأزرار بنجاح، وكرم في متحف تاريخ الفضاء في ألماغوردو بولاية نيو مكسيكو. لكن هل يستطيع التارديغرادا الحياة في الفضاء؟ التارديغرادا أو دب الماء هو حيوان بني اللون يشبه دبا أشيبا شديد الضآلة، وهو من أصغر الحيوانات ذات السيقان على الإطلاق. لدى دب الماء 8 سيقان، وتفتقر أغلب فصائله إلى العيون. يمكن رؤية دببة الماء باستخدام عدسة مكبرة جيدة، إذ يبلغ متوسط حجمها حوالي 0.5 ملليمتر. رش بعض الماء على الطحالب وستخرج منها دببة الماء. يمكنها السير بسرعة تساوي حوالي طول جسدها في الثانية، والجري بسرعة 2 ضعف طول جسدها في الثانية. ومن السهل رؤية بيضها بسبب لونه الأبيض الناصع. أخذت وكالة الفضاء الأوروبية دببة الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية وتركتها بالخارج لمدة 10 أيام، فظلت على قيد الحياة. ظلت حية دون هواء أو ماء وفي فراغ شبه كامل ووسط إشعاع شمسي ضار وفي برودة وحرارة شديدتين. لا يبدو هذا ممتعا، أليس كذلك؟ في تلك الظروف القاسية تعتمد دببة الماء بالكامل على هيكلها الخارجي لحماية نفسها. في التجارب المعملية استطاع الهيكل الخارجي احتمال ضغط كبير يبلغ أكثر من 6 باسكال. يا لها من بذلة فضائية. بل جرى تجميد دببة الماء لمدة 30 عاما، وعند تدفئتها عادت للحياة وظلت قادرة على التكاثر. خلال البحث عن حياة في الفضاء وخلال استكشاف المريخ، أصبح من المهم دراسة وفهم هذه الأنواع من الكائنات التي يمكنها الحياة في الظروف القاسية. إذا كان بإمكان دببة الماء أن تعيش حرفياً في كل الظروف البيئية المختلفة، فهل يمكننا أن نستنتج أن الحياة موجودة في كل مكان في الفضاء؟ محبو الظروف القاسية هي أنواع من المخلوقات تعيش في ظروف قاسية مثل ما قد نجد في الكواكب الأخرى. كهف موفل في رومانيا
هو أحد تلك الأماكن ذات الظروف المختلفة التي تشبه الظروف على كوكب آخر. كل الحياة على الأرض أو بالأحرى فوق سطحها مبنية على الكربون، يعني هذا أن ذرات الكربون تتصرف كأنها مكعب ليجو كوني، فترتبط بذرات الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين لتكوين الجزيئات التي تتكون منها خلايا الكائنات الحية. لكن يختلف الأمر في كهف موظل، إنه مغلق منذ 2.5 مليون سنة على الأقل. شكلت المياه التي تتسرب عبر صخور الحجر الجيري بحيرة في الكهف، وهي مزيج من سلفايد الهيدروجين السام والمسبب للتآكل والأمونيا. ما الذي يمكن أن يعيش في هذا الحساء السام؟ إنها الكائنات الحية المعتمدة على الكبريت. يوجد نظام بيئي كامل دون ضوء أو تمثيل ضوئي في كهف موظل. تعتمد السلسلة الغذائية على التمثيل الكيميائي، أي تناول الكائنات الدقيقة مواد كيميائية قائمة على الكبريت. عثر على 33 فصيلة من الكائنات المعتمدة على الكبريت في البيئة القاسية داخل كهف موظل، مثل القريدس والعقارب والحريشة والقواقع وغيرها. كهف موظل هو عالم غريب تحت الأرض، مليء بأشكال الحياة القائمة على الكبريت. إذا كانت مثل هذه المخلوقات موجودة في هذا الكهف الموجود على كوكبنا، فما الذي يمكن أن نتوقع العثور عليه في الفضاء الخارجي؟ البكتيريا. يمكن للبكتيريا أن تعيش في الفضاء الخارجي، والفطريات أيضا. توجد البكتيريا في قاعدة السلسلة الغذائية، وقد ثبت أنها قادرة على الحياة في الفضاء الخارجي. في الثمانينيات شكى رواد الفضاء في محطة مير الفضائية من نمو شيء ما خارج نوافذ المحطة يعيق رؤيتهم للأرض. تبين عند الفحص أنها بكتيريا وفطريات. تعرضت النوافذ المصنوعة من الكوارتز للتلف وأصبحت ضعيفة بسبب ما كان ينمو على سطحها. عثر كذلك على فطريات تأكل النحاس على بعض الكابلات، وعثر أيضا على عفن ينمو في بعض الأماكن خارج المحطة. تعرضت محطة مير لهجوم من الكائنات الحية الدقيقة. أخذ العلماء هذا الأمر بجدية شديدة وبدأوا في دراسة الأمر. يبدو أن البكتيريا تخرج من مخابئها في البيئات المعقمة مثل الفضاء عندما لا توجد كائنات دقيقة أخرى حولها، بل قد يساعدها الإشعاع الكوني في التحور والتكيف مع بيئة الفضاء. كذلك بدا أن البكتيريا تنمو في الفضاء على نحو أسرع من نموها على الأرض. بعد سنوات قررت الولايات المتحدة إجراء تجربة بكتيرية على محطة الفضاء الدولية. غطى العلماء صخوراً بمختلف أنواع البكتيريا ووضعوها خارج محطة الفضاء الدولية. لم تتحمل بعض أنواع البكتيريا الظروف القاسية في الفضاء، لكن الكثير منها قد تحملت. عاش نوع من البكتيريا يطلق عليه OU20 لمدة عام ونصف خارج المحطة. أجرت اليابان بدورها تجربة بكتيرية خاصة بها على المحطة نفسها، فوضعت خارج الذراع الآلية لمختبر فضاء كيبو 3 ألواح عليها نوع من البكتيريا اسمها المكورة الغريبة المقاومة للإشعاع، وعاشت خارج محطة الفضاء لمدة 3 سنوات. وفقاً لكبير علماء التجربة اليابانية، تستطيع تلك البكتيريا الحياة 8 سنوات في الفضاء، وهي مدة كافية للذهاب إلى المريخ والعودة 4 مرات. يطرح ذلك العديد من التساؤلات المثيرة. هل يمكن أن تكون الحياة قد جاءت إلى الأرض من المريخ في حجر من الفضاء؟ والأهم، هل يمكن أن تأتينا بكتيريا معدية إلى الأرض على حجر فضائي؟ فجأة ما كان موضوعاً لكتب وأفلام الخيال العلمي أصبح موضوعاً للتدقيق العلمي. ثم جاءت نيازك المريخ. القارة القطبية الجنوبية هي أفضل مكان للعثور على النيازك لأنها مغطاة بالجليد. الجليد في منطقة تلال آلن في القارة القطبية الجنوبية ثابت في مكانه بسبب تكوين الجبل المحيط. الجليد هنا يتسامى، تعني عملية التسامي تبخر الجليد دون المرور بالحالة السائلة، بل يتحول مباشرة إلى بخار. نظراً لتسامي الجليد في منطقة تلال آلن، تتكشف جميع الشهب التي ضربت الجليد على مدى مئات أو آلاف السنوات. يقود صائدون نيازك عربات الثلوج في هذه المنطقة ويلتقطونها بالملاقيط، ولا يلمسونها أبداً حتى لا تتلوث ببكتيريا البشر
يغلفون النيازك ويرقمونها ويسجلون مكانها وأي معلومات أخرى مهمة عن النيزك. هكذا عثروا على نيزك ALH-84001 الذي أتى من المريخ، يضرب الأرض حوالي 17 نيزكاً كل يوم، وعلى مدى آلاف السنوات أصبح عددها كبيراً. كل مكان على الأرض تقريباً قد ضربه نيزك في وقت ما. بفارق 11 عاماً ضرب منزلين في الشارع نفسه بمدينة ويذرزفيلد بولاية كنيريكت بنيزكين وزنهما 400 جرام محدثين ثقباً في سقفيهما، لكن لا تأتي سوى القليل من النيازك النادرة من المريخ. نسب العلماء 126 نيزكاً إلى الكوكب الأحمر. جاء ALH-84001 من المريخ، ويعرف العلماء هذا لأن الولايات المتحدة قد هبطت على المريخ وأخذت عينات لتركيبات الصخور والغلاف الجوي. يحتوي هذا الحجر النيزكي على الغازات نفسها الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ والتركيب الكيميائي نفسه للصخور، لكنه يضم كذلك شيئاً آخر، إنها إحدى أشكال الحياة المتحجرة. كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان الجسم الصغير الذي عثر عليه داخل ذلك الحجر النيزكي هو نوع من البكتيريا المتحجرة أم مجرد ترسبات كيميائية. لكن تؤكد الدراسات التي أجريت على محطة الفضاء الدولية أن البكتيريا يمكنها الحياة لفترة طويلة في الفضاء، لذا فمن الممكن أن تقطع بعض البكتيريا الرحلة إلى الأرض من المريخ داخل أحد النيازك. مؤخراً وجدت مركبة بيرسيفيرنس الأمريكية الجوالة التي تستكشف المريخ جزيئات عضوية داخل صخور المريخ. هذه الجزيئات العضوية مكونة من الكربون والهيدروجين. لن يعرف ما إذا كانت هذه الجزيئات ناتجة عن كائنات حية أم مجرد تفاعلات كيميائية حتى ترجع العينات إلى الأرض في وقت ما قبل عام 2030. البحث عن الحياة على المريخ مستمر، لكن المريخ ليس المكان الوحيد في النظام الشمسي الذي قد توجد فيه حياة. الاحتمال الآخر هو قمر أوروبا الذي يدور حول كوكب المشتري، تغطيه بالكامل أميال من الجليد المائي السميك. قد يضم قمر أوروبا محيطا من المياه المالحة تحت قشرة الجليد. للجليد تأثير يشبه الأغطية العازلة، مع احتمال وجود عمليات حرارية داخلية في مركز القمر، أي أن مياه المحيط في قمر أوروبا قد تكون دافئة. تخطط بعثة التحليقات المتعددة حول أوروبا للتحقق من وجود شروط الحياة على قمر أوروبا. من خلال الدوران فوق قمر أوروبا ستحاول البعثة التي ستحمل 9 أجهزة رصد ملاحظة كل شيء يمكن أن يحدث تقريباً، مثل التركيب الكيميائي الغامض للمادة الحمراء الغريبة التي تخرج إلى السطح الجليدي من المحيط الواقع تحته. ماذا يمكن أن تكون هذه المادة الحمراء؟ هل يمكن أن تكون مزيجاً كيميائياً معيناً؟ أم قد تكون كريليات؟ أم قريدس؟ أم أسماك؟ أم بعض من أشكال الحياة مثل تلك الموجودة في كهف موفل؟ أم بقايا أحد معلقي الجانب المشرق؟ تابعونا فربما نعرف يوماً ما. قد يخفي قمرنا الكثير من جيوب المياه أكثر مما كان يعتقده العلماء، فيوجد على سطحه شيء يدعى الفخاخة الباردة. إنها مناطق تقع دائماً في الظل. إذا استطعت الوقوف بالقرب من أحد قطبي القمر، خاصة القطب الجنوبي، سترى تلك الظلال في كل مكان، وقدرها 39 ألف كيلو متر مربع. هناك فخاخ باردة شديدة الصغر لا يزيد عرضها عن 1 سنتيمتر، وهناك مئات وآلاف من الفخاخ الأكبر حجماً. تقع هذه المناطق في ظلمة أبدية، بل ربما لم يلمسها أي شعاع شمس منذ مليارات الأعوام. والآن يعتقد العلماء أنها تخفي أكثر بكثير مما كنا نظن، بما في ذلك بعض القطع الصغيرة من الثلج التي لا يتجاوز حجمها عملة معدنية صغيرة، لكنها لا تزال مفيدة ليشربها رواد الفضاء في رحلاتهم. قد تخزن أغلب المياه داخل زجاج أو في مكان بين الرمال على سطح القمر. تقول إحدى النظريات إن 40 ألف كيلومتر مربع من سطح القمر ربما يمكنه تخزين الماء، لكن لا يستطيع أحد إثبات ذلك حتى يذهب إلى هناك بنفسه أو إرسال مركبات تحفر تحت السطح. القمر ليس ناصع البياض أو عديم اللون،
قال رواد الفضاء في بعثة أبولو الذين هبطوا على القمر عام 1969 إن القمر يميل إلى اللون البني، وأظهرت دراسات لاحقة مناطق داكنة بها لمحات من البني والأزرق. المناطق المرتفعة لها لون مصفر وبقايا شاحبة من اللون الوردي. تختلف الألوان من مكان لآخر بسبب الكميات المختلفة من المعادن الموجودة في القمر مثل التيتانيوم والحديد اللذين يوجدان على السطح. لا تتمتع أعيننا بالقدرة اللازمة لرؤية الفرق من هذه المسافة البعيدة، لكن يتكون أغلب سطح القمر من معادن لها لون رمادي طبيعي، وهو اللون الذي نراه من كوكبنا. عندما تكون في الفضاء لا يمكنك السير على سطح القمر لعدم وجود جاذبية، لا يحتاج أحد لأحذية، لهذا غالبا ما يرتدي رواد الفضاء الجوارب، ويرتدون طبقة أخرى منها إذا شعروا بالبرد. لكن قد يحدث شيء غريب لقدميك عندما تكون في الفضاء. أولا، إذا كان لديك مسمار القدم فقد يزول بعد وقت بسيط. وصف أحد رواد الفضاء ما حدث له قائلا إن أسفل قدميه أصبحا شديدي النعومة، بينما أصبحت البشرة أعلى القدم شديدة الخشونة كجلد التمساح. لقد استخدم أعلى قدميه لمساعدته في الحركة باستخدام قضبان الأقدام الموجودة في محطة الفضاء التي عمل بها. ليست الحياة سهلة في الفضاء، إذ يتعين على رواد الفضاء الذين يعملون في محطة الفضاء الدولية استخدام قضبان الأقدام والحلقات لتظل أجسادهم ثابتة عند أداء المهمات العادية مثل قص الشعر. وعندما يريدون أداء التدريبات الرياضية يمكنهم ربط أقدامهم في حذاء رياضي بمعدات التدريب. من المهم لرواد الفضاء ممارسة التدريبات في الفضاء أكثر بكثير من الأرض لحوالي ساعتين يوميا، لأن الجسم البشري ليس معتادا على التحرك أو أداء أي أعمال معتادة دون وجود الجاذبية التي تبقي أجسادنا متوازنة. كذلك لو ظللت في الفضاء لمدة أطول يمكنك خسارة الكثير من كتلة عظمك وعضلاتك. على سبيل المثال يمكنك خسارة حوالي 20% من كتلة عضلاتك لو قضيت 11 يوما فقط دون أي جاذبية. لكن إذا كنت في الفضاء فلا توجد أهمية لاستخدام أوزان التدريب، أليس كذلك؟ فانعدام الجاذبية يؤثر فيها أيضا. بدلا من ذلك غالبا ما يستخدم رواد الفضاء آلة مزودة بعبوتين صغيرتين تخلقان فراغا للجذب على قضيب طويل. كذلك تضم محطة الفضاء الدولية دراجة وآلة ركض. هل تعرف أن ناسا أنفقت ملايين الدولارات في تطوير قلم يمكنه الكتابة أثناء انعدام الجاذبية؟ فالقلم الرصاص ليس مناسبا للسفر عبر الفضاء. عادة ما تنكسر الأقلام الرصاص وتتحطم، مما قد يترك غبارا من الجرافيت حولها، وهي مصنوعة أيضا من الخشب، مما يزيد من مخاطر نشوب حريق في الكبسولات الفضائية المضغوطة المليئة بالأكسجين. لهذا السبب يمكن لأبسط الأغراض اليومية مثل القلم الرصاص تهديد الحياة في الفضاء. لذلك كان عليهم تطوير قلم حبر للفضاء، إنه يكتب بخط واضح ونظيف ولا يعتمد على الجاذبية لتدفق الحبر من السن. بهذه الطريقة يمكنك الكتابة بينما تطفو مقلوبا أو حتى لو كنت مغمورا بالماء. لكن لا يزال رواد الفضاء يقابلون أثناء رحلاتهم المشكلات اليومية المعتادة، مثل شعور الحكة المزعج على وجوههم، ولا يمكنهم حك وجوههم أثناء ارتداء بذلة الفضاء، لذا عليهم المحاولة بطرق أخرى. أحيانا يحكون بشرتهم باستخدام مكبر الصوت الموجود داخل الخوذة، وأحيانا يلصقون جزءا من الفيلكرو داخل الخوذة لهذا الغرض. ومن أكبر مشكلات رحلات الفضاء هي كيفية حماية رواد الفضاء من الإشعاع الفضائي، فأجسادنا ليست متطورة بما فيه الكفاية لتتحمل العواصف البروتونية والأشعة الكونية القادمة من الشمس. بدلات الفضاء وبقية المعدات ضرورية بالطبع لمواجهتها. أظهرت بعض الأبحاث أيضا أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة له فاعلية للحد من الآثار السيئة للإشعاع، ويجب أن يتضمن مجموعة من الخضروات مثل السبانخ والطماطم والشمندر. لم يرتدي رواد الفضاء في الماضي بدلات بيضاء. خلال أول مهمة فضائية مأهولة لوكالة ناسا باسم مشروع ميركوري ارتدى الرواد بدلات فضية، لكن لم يخرج أي منهم ليستكشف الفضاء خارج السفينة وقتها. الفضي ليس لونا مناسبا، إذ ينبغي أن تكون بدلة الفضاء عاكسة للغاية،
والأبيض هو أفضل لون لذلك، فهو أكثر الألوان قدرة على عكس الإشعاعات في الفضاء الخارجي. نحن نعيش على الأرض أي أن الغلاف الجوي يعمل بمثابة الدرع الواقي الذي يحمينا من 77% من الإشعاع القادم من الشمس، لكن لا يتمتع رواد الفضاء بهذه الحماية في الأعلى، أي أنهم معرضون لحروق الشمس الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية. تعمل بدلة الفضاء البيضاء بالطريقة نفسها التي يعمل بها الطلاء الأبيض لجدرانك في الحفاظ على برودة الغرفة بأكملها، إذ يمتص اللون الأفتح حرارة أقل بنسبة 35%. الأبيض ليس اللون الوحيد في خزانتهم، بل يرتدي رواد الفضاء أحيانا لونا برتقاليا زاهيا في رحلاتهم إلى الفضاء أو خلال عودتهم إلى الأرض. إنه لون جاذب للانتباه، لذا إذا حدثت أي مشكلة خلال الهبوط وكان على الرواد ترك سفينة الفضاء بسرعة، يجدهم فريق الإنقاذ بسهولة. لكن يتغير الزمن، ولدينا اليوم المزيد من الأدوات المتطورة للعثور على رواد الفضاء الذين يحتاجون للمساعدة، مثل أجهزة التتبع بتقنية GPS وأجهزة المرسل المستجيب، فلا يتحتم عليهم ارتداء البدلة البرتقالية. عندما تطفو في الفضاء يبدو كل شيء هادئا، وتستمتع بالمنظر الرائع لهذا الكون المظلم الممتد الذي يعج بمليارات النجوم والكواكب والنيازك والشموس والأقمار والعديد من الأشياء الأخرى التي ربما لن نكتشفها أبدا. لازال 95% من كوننا لغزا بالنسبة لنا، لكن على الأقل المنظر الرائع. لكنك ستستمتع به فقط إذا كنت مربوطا جيدا. ماذا لو حدثت مشكلة أثناء سيرك في الفضاء وانقطع الحبل الذي يربطك بالمركبة؟ يتحول كل شيء من حلم إلى كابوس في ثانية واحدة. لكن لا تقلق، صممت ناسا حزام الطيران يسمى سيفر، وهو اختصار لعبارة المساعدة المبسطة لإنقاذ رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء. يطلق الحزام النيتروجين المضغوط من 24 أسطوانة ضغط من أجل دفع رائد الفضاء إلى بر الأمام. من الناحية النظرية يمكنك أيضا تنفيس بعض الغاز من بدلتك، أو ربما رمي أداة ما في الاتجاه المعاكس لك مما سيدفعك للأمام، لكن الأمر صعب لأنك تحتاج إلى رميها بدقة بشكل يتوافق مع مركز كتلتك، وإن لم تستطع ستبدأ في الدوران دون القدرة على التحكم في جسمك، وفي الحال ستفقد القدرة على تقدير الاتجاهات ولن يكون لديك أي فكرة عن الاتجاه الذي عليك أن تسلكه حتى لو استطعت التحرك. لكن سيشعر السيفر بدورانك بشكل آلي، ويستخدم حزام الطيران لمساعدتك في البقاء متجها نحو المكان الآمن. استغرق العلماء 10 أيام لتعليم سمكة ذهبية كيفية قيادة السيارة. علموها تحريك وعائها باتجاه هدف معين، ومقابل ذلك تحصل السمكة على الطعام. يمكن لهذا البحث مساعدتنا في التحرك في الفضاء يوما ما. لابد أن هناك نوعا من خرائط تحديد الاتجاهات يتشكل في عقولنا، وهذه هي الطريقة التي نربط بها بين أعضاء جسمنا وحركاتها وبين التغيرات التي تحدث لنا في الفضاء، وهكذا نعرف كم علينا مد أذرعنا لنمسك بكوب القهوة دون أن نمدها أكثر من اللازم ونسكب الكوب. التحكم في الحركة مختلف تحت تأثير الجاذبية، وعلينا التأكد إن كانت هذه الخرائط في أدمغتنا تختلف في البحر أو البر أم أنها واحدة في كل مكان. وعندما أقول إن العلماء علموا سمكة ذهبية قيادة السيارة، أعني أنه إذا رأت السمكة هدفا فعليها لمس جدار الوعاء الذي يواجه الناحية المطلوبة. بهذه الطريقة يوجه العلماء عجلات السيارة حيثما تريد السمكة أن تذهب،